حين فتحوا كذلك مرة أخرى ملف الخيانة الزوجية. جعسني كان يعسك عند المحل التجاري تاعي، من هي شي يسيبني حليت يروح للعش تاعي للبيت تاعي. نعم الخيانة الزوجية لم تعد سر. شتها دايرة هاتف نقال مخبياتها عليا؟ زوجة اللي كانت تخون فيك يعني مسمياتو حتى مونكور، يعني عندها الجرأة أنها تسمي عشيقها مونكور. 84 ميساج بهنا من ما نكشهاش عندي في الدار بالهاتف النقال، ولا تخليها عند الام تاعها وتروح بالعاني كل يوم تروح تبعد عندي. واش تعليقك على هذه القضيه، وهل حقيقه انت خنتي هذا الزوج؟ ما تزيدوش ديرونجونيك. يقول لها عمري مي نوي كو جي باسي ايير افيك توا جي مي سون تري كونتون، او فرحان بمعصيه الله. المحكمه عطاهم البراءه عليها. كاين رسائل ومستندات صادره من المتهم، هاي اللي عندي انا رسائل صادره من المتهم، الرقم هو والرسائل قراها تفهم منها كل شيء. لازم هذا القاضي يشرح لنا واش معناتها الرسائل والمستندات. هذا يا ماتو يعطيها كوستيم كرافطة ويتزوج ويجيب واحده جديده. شوفي انت اللي تقعد الزينه والخيانه لاصقه في ظهرك الى يوم القيامه. تحضر معنا ام لسته اطفال ضاقت بها الدنيا وغرقت في الديون. لحقت ايامات والله ما عندهم وش ياكل، لحقت سيقت عليهم، لحقت من ضريت فريمون خلاص. بلغ بها الحال باش توكل اولادها وتطعمهم وتقري بناتها، خدمت قالت لك نمسح، خدمت ماسو وقولي باش يسمعوها. تخدم في داري ماسو نخدم كلش وحدي، سباقه تخدم كلش وحدي. انا الانوثه تاعي نحسها شغل راحت مني، راجل مني امراه. على الجلام درت كلش، مي الحمد لله درت كلش في الحلم. عدد جديد من برنامج ما وراء الجدران تتابعونه سهرة الأربعاء على 9:30.